بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عايز ابدا اعمل مشروع جديد على الانديزاين فبقول له فايل نيو، بيقول لي انت عايز دوكمنت ولا بوك ولا لايبراري، قال لي انا اقول له دوكمنت، بيقول لي ابدا اختار المقاس بتاعك كاستم، مثلا هبدا اخش بعض الاختيارات او في حاجات ديفولت جاهزه. تمام، طيب لو انت عايز حاجه طباعه، طبعا الطباعه بيبدا يظبطها لك على مقاسات الورق زي الليتر، زي A4، زي A3، زي B5، المقاسات المشهوره. ممكن تقول له كاستم وتبدأ تدخل انت المقاس اللي انت عايزه وتشوف انت محتاجه يكون بورتيال ولا لاندسكيب. دلوقتي النمبر اوف بيج هتبقى كام، مثلا نقول مثلا 50 صفحة، اللي هتبدأ من رقم كام. ممكن تكون انت عامل كتاب على كل 50 لوحدهم، فتقول له انا هبدأ مثلا من رقم 70. تمام، فهو هيبدأ من العدد، اول صفحة هتبقى رقم 70 واللي بعديها 71 72 وهكذا. السايز بتاعك اهوت. تمام، لو النسخة بتاعتك نسخة عربي فبتلاقي في اختيار آخر، هو إن أول صفحة هتبدأ يمين ولا شمال. تمام، يعني لما تيجي هنا في بيجز، تمام، بتلاقي الصفحات اهيت هنا مثلا، ده دي نسخة عربي فدي الصفحة الأولانية بتاعتي. لو إنجليزي تبقى الصفحة الأولانية هنا، دي اللي هي الصفحة بتاعت الغلاف، وبعد كده بيبدأ العد من الناحية دي، يبقى ده 2 وده 3 وده 4 وده 5، لأن أنا عندي بالعربي ده الغلاف، ده تبقى الصفحة الأولى، ده الصفحة التانية. تمام، فممكن حتى لو فتحت الملف كنت عامل على نسخة عربي تلاقي الموضوع متظبط معاك مفيش مشاكل. فايل نيو دوكمنت، عايز عدد الصفوف قد إيه، عدد الجتر قد إيه، كل الحاجات دي تبدأ تغيرها بعد كده. المرجن، المسافة اللي هتسيبها يمين وشمال وفوق وتحت زي ما أنت عايز. لو انت بعد ما بدأت عايز تغير فبتيجي هنا بتقول له من اللي اوت انا عايز اغير في البيشس، مثلا عايز روتر جايد اغيرها، المرج اند كولوم، تقدر تغير المسافات ديت، تقدر تضيف كولوم زي ما انت عايز، تقدر جتر، تضيف جتر زي ما انت عايز، تقدر تغير الهوامش زي ما انت عايز، كل ده تقدر تغيره بعد كده.